في ديالى تظاهر آلاف المحاضرين أمام مديرية التربية للمطالبة بتثبيتهم في الموازنة الجديدة، مهددين بالاعتصام المفتوح في حال تسويف مطالبهم، ومؤكدين أن الخدمات التربوية التي يقدمونها سددت جميع الشواغر في المحافظة، وأن قرار إدراجهم ضمن العقود الوزارية لا ينصفهم. تعاقدنا وفق القرار 315، لكن هذا القرار للأسف فيه العديد من الغموض ولم يتم تحقيق جميع مطالب المحاضرين فيه، فالكثير من امتيازات هذا العقد لم يتم تطبيقه بصورة واقعية، فقط في الواجبات ولكن في الحقوق ليس هناك الحقوق للمحاضرين في القرار 315. أنا إلى قرار 315، لكن هذا ما بيضمان إنه ما يضمن حقوقنا لحد الآن، يعني ما فعلوا كل الامتيازات وهذا القرار ما يعني لحد الآن إحنا يعني إنه دا يعاملونا معاملة مو مثل الملاك، فنطالب إنه أسوة بالملاك لا أكثر ولا أقل. قرار 315 طبعا هو لحد نهاية السنة هو يخلص ينتهي، لأن إحنا حاسبين على أمن الغذائي، وأمن الغذائي ما يشملنا، إحنا نريد يحسبوننا على الموازنة وحقنا حالنا وما بي امتيازات، وحالنا حال البقية نريد حالنا حال الصحة، حالنا حال النفط والكهرباء، وكلنا أصحاب عوائل إحنا وجايين وعايفين عوائلنا وعايفين عملنا وجايين متجهين لهذا السلك، احنا نريد اليوم حق التثبيت.